لم تكن ثورة 30 يونيو لعام 2013 سوى محطة من محطات كثر رهنت فيها مصر على وعي وإدراك أبنائها، وبالرغم من كل التحديات والعوائق الصعبة أحياناً والمستحيلة أحياناً أخرى، تحديات ثقال في الداخل وأثقل في الخارج، لم يحدث أن رهنت مصر على أولادها، شبابها، نسائها، شيوخها إلا وكسبت رهانها. شعب أبي شارك قيادته في تثبيت ركائز الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، وصولاً إلى المشاركة في حوار وطني يستوعب الوطن والمواطن، يعلي شعار الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. كتلة صلبة مخلصة صامدة وداعمة صدقت ما عاهدت عليه الوطن ولا تزال. السيدات والسادة، إنها ثورة 30 يونيو، أنت في حضرة الشعب المصري.